كوفيد 19 فيروس عابر للحدود. هنا عند أسوار قلعتنا تلفزيون دولة الكويت معاكم تبدأ مواجهته. معاكم بالتغطية المباشرة والحوار الموضوعي، الطرح الصادق والخبر من المصدر. وأيضا نحن معاكم في قلب الحدث أينما كان، لننقل لكم الصورة بكل تفاصيلها. السيدات والسادة المشاهدون، لستم وحدكم في المواجهة، احنا معاكم، احنا معاكم، احنا معاكم. مبارك عليكم الشهر وعساكم من عوادة. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معاكم في أولى ليالي شهر رمضان المبارك. تمضي بين الأيام وتتعاقب الأسابيع وتتوالى الشهور، ويطرق شهر رمضان المبارك الأبواب علينا من جديد. نفتح معه صفحة الأمل والثقة بالله سبحانه وتعالى بأن يديم علينا الصحة والعافية، وأن يرفع عنا وعن بلاد المسلمين هذا الوباء. نبدأ مشاهدينا حلقتنا مع أخبار وزارة الصحة، حيث أعلنت عن تسجيل 215 إصابة جديدة بكوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد 2614 إصابة. وتم تسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم من الجنسية البنغلاديشية يبلغ من العمر 55 عاما. وفي المقابل تم الإعلان عن شفاء 115 حالة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 613 حالة. أعزائي المشاهدين، قام وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي بجولة تفقدية لاستديو المسجد الكبير التابع لوزارة الأوقاف أثناء بث محاضرات حديث الجمعة. واطلع الوزير العفاسي على استعدادات وزارة الأوقاف في تنظيم أعمالها الرمضانية إلكترونيا. هذا وقد ترأس العفاسي اجتماعا تنسيقيا بحضور وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد عمادي في المسجد الكبير ظهر اليوم الجمعة، وذلك بهدف الاطلاع على الأنشطة والفعاليات التي أعدتها الوزارة لتصدي لجائحة كوفيد 19. مشاهدينا، رمضان هذا العام يأتي بشكل مختلف وطابع متغير. افتقدنا مائدة الإفطار الجماعية وصلاة التراويح في المساجد والقبقات، وأيضا العادات الاجتماعية في شهر رمضان المبارك. كل هذا افتقدناه تنفيذا لتعليمات السلطات الصحية لمكافحة انتشار كوفيد 19، تطبيق الحظر على وأيضا الزيارات العائلية وأيضا زيارات الدواوين التي تميز بها المجتمع الكويتي. إلا أن هذا التعليق يأتي دون عتاب وإن طال هذا الغياب بين الأحباب والأصدقاء. نتابع التقرير التالي. رمضان هذا العام يأتي مغايرا لما سبق في ظل جائحة كورونا المستجد. المساجد مغلقة، نسمع نداء الصلاة: صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم. لا صلوات للجماعة، ولا صلاة للتراويح، ولا صلاة للقيام. أمر يوجع القلب، إلا أن البعد واجب علينا، وما يجبر الخاطر يقيننا أنه شهر الخير والرحمة والمغفرة. رمضان هذا العام يأتي بشكل مختلف وطابع متغير، حيطة وحذر، توجيهات وإرشادات، إبان الأزمة الصحية التي يشهدها العالم بأسره. ما يميز الشهر الفضيل في الكويت أمور عديدة، من بينها مائدة الإفطار، القرقيعان والغبقات وغيرها من العادات التراثية. إلا أن الظرف الراهن أكبر من هذه العادات، ظرف ترك أثره على البشرية جمعاء. وإزاء هذا الوباء ومع تزايد الخطر وتطبيق الحظر، علقت الزيارات العائلية وزوارة الجمعة حتى إشعار آخر، إلا أن تعليقها
يأتي دون عتاب وإن طال الغياب. وفي خضم هذه الأحداث يدوي مدفع الإفطار لتنبيه الصائمين للحظة الإفطار وحيدا دون جمهور، حيث خلت ساحته من العامة بعدما التزموا البقاء في المنازل. ويبقى مدفع الإفطار تلك السمة المميزة في شهر رمضان منذ 113 عاما، صامدا لوحده ومعلنا أنه باق ولن يتأثر كتقليد تراثي سنوي في وجه كورونا. مشاهدينا الكرام، يعني جميع الوزارات وايضا المؤسسات المختلفه في الدوله تتكاتف في التصدي لفيروس كورونا المستجد. جمعيه المهندسين الكويتيه لعبت دورا حيويا وايضا محوريا في تقديم الدعم والمساعده للجهات الحكوميه لتنفيذ هذه الاجراءات الاحترازيه. مشاهدينا، يسرنا ان ينضم الينا داخل الاستديو رئيس جمعيه المهندسين الكويتيه المهندس فيصل دويح العتل. استاذ فيصل، اهلا ومرحبا بك وسعداء جدا بوجودك معنا في هذا الظرف الطارئ وايضا الاستثنائي. انا اسعد، وكل سنه وانتم طيبين ومبروك عليكم الشهر. حياك الله مهندس فيصل. يعني بدايه، ما هي جهود جمعيه المهندسين في احتواء مرض كوفيد 19؟ يعني كيف تعاملت اداره جمعيه المهندسين مع الوضع الحالي منذ بدايه الازمه؟ طبعا في البدايه اشكركم على اتاحه الفرصه لنا للحديث عن جهود جمعيه المهندسين الكويتيه، ونوجه تحيه للحكومه الموقره وكذلك لزملائنا المهندسين الموجودين في شتى المواقع رغم الظروف الصعبة. أما كيف تعاملنا مع الوضع الحالي، فمن بدأ الأمر وقفنا العمل في جمعية المهندسين وشكلنا فريق أزمات من مجلس إدارة، وسعينا لتحويل الجمعية إلى العمل فيها كلها أونلاين، ما عاد فيها مراجعين. وبعدها شكلنا فرق هندسية لتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية من خلال الخبرات اللي موجودة لدى المهندسين الكويتيين، ومنها فريق لإدارة الأزمات، والفريق هذا يتبع فريق دولي يتبع اليونسكو، وكذلك فريق للتخصصات الهندسية المختلفة مثل الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية، وكذلك يعني فريق تدريب لعقد دورات تدريبية في السوشيال ميديا لاستفادة المواطن كذلك والمهندس منها. مهندس ياسر، يعني لا شك أن هناك تعاون بينكم وبين أيضا مؤسسات الدولة المختلفة، يعني كيف يتم التنسيق بينكم وأيضا التعاون بين جهات الدولة؟ طبعا احنا من بدأ وقف العمل على طول بدأنا في تحويل الأعمال في جمعية المهندسين للأونلاين، وإحنا مرتبطين مع القوى العاملة في اعتماد وتدقيق المهندس الوافد. ومن 6 أبريل تقريبا بدأنا، خلال 10 أيام الأولى أنجزنا ما يقارب 2000 معاملة، واستفادت منها 40 شركة حتى لا تتعطل يعني إقامات المهندسين الزملاء الوافدين في دولة الكويت. ماذا عن يعني مساهمة الجمعية في أعمال التطوع؟ يعني ما هي المبادرات التي قدمتها الجمعية خلال الفترة الماضية انطلاقا من مسؤولياتها المجتمعية؟ طبعا احنا مثل ما قلت شكلنا فرق، منها فريق إدارة الأزمات والمخاطر، منها فريق الهندسة الطبية. بدينا في بعد الأمر قدمنا كتب رسمية لكل الجهات الحكومية منها مجلس الوزراء الموقر، وسلمنا مبنيين حاليا كمحاجر لمجلس الوزراء للجنة المشكلة برئاسة دكتور رونالد الفارس وزير الإشغال. وبعدها بدينا في تحويل الجمعية إلى مصنع، واليوم الجمعية بدت في 4 طابعات ثلاثية الأبعاد، واليوم احنا عندنا تقريبا 12 موقع للإنتاج، ننتج اللي هو الفيس شيلد مثل ما انت شايف، هذا احد النوعيات اللي ننتجها، كذلك الاستخدام اليومي بالتعاون مع جميع. طبعا هذول جهود تطوعيه من المهندسين. احنا سلمنا، طبعا عندنا هذا على الليزر ماشين، هذا موجود صناعه يدويه، واللي يميزه صراحه انه بصنع ايدي مهندسين كويتيين عملوا يعني على شفتات لانجاز هذه المنتجات اللي تشوفها، وتسلم مجانيا لوزاره الصحه. سلمنا إلى اليوم ما يقارب 10,000 قطعة لوزارة الصحة ولخمسين جهة حكومية. اليوم إنتاجنا كنا 400، اليوم إنتاجنا وصل إلى تقريبا 5,000 قطعة. عندنا قدرة إحنا نزيد الإنتاج 60% زيادة إذا سمح لنا، إحنا نعمل بعد ساعات الحظر. إحنا قدمنا وإلى الآن ننتظر الرد.
انتجنا كذلك اذا تشوفوا هذا الاير سيفر، هذا عباره عن قطعه تلبس مع الكمام لراحه الاذن وما تسبب الحز اللي يصير من الكمام، وهذا يعني مثل ما انتم شايفين صنع في جمعيه المهندسين بسواعد المهندسين الكويتيين. بارك الله في جهودكم يعني مهندس فيصل، يعني لا شك ان جهود مقدره وتشكرون عليها. الاجراءات الاحترازيه لجمعيه المهندسين الكويتيه يعني في مكافحه تفشي مرض كوفيد 19، ما هي الجهات التي تعاونت معاكم في هذا الامر؟ احنا طبعا في موضوع مهم جدا لابد ان يطرح، احنا قدمنا وعلى استعداد لبناء مستشفى ميداني بسعه 50 سرير مع 8 وحدات عنايه مركزه وبكافه المواصفات والاشتراطات في وزاره الكهرباء في وزاره الصحه عفوا خلال 3 أسابيع. بالإضافة إحنا كذلك على استعداد لعمل قاعدة بيانات لكل الأجهزة الطبية اللي موجودة في وزارة الصحة، وفي حال حدوث عطل نرسل مهندس من المهندسين الطبيين لهذا العطل ويصلحه بشكل مجاني. هذه من الأمور اللي نقدمها. بالإضافة طبعا بدينا في تعقيم المبنى من بدء الموضوع، وتعاوننا مع أغلب الجهات الحكومية في هذا الأمر، انتقالنا للأونلاين، تسليم المواقع، المحجر، تصميم المستشفى، إنتاج المعدات الطبية اللي قمنا ننتجها الحين، ويعني العمل من خلال 250 مهندس ومهندسة متطوعين في هذا المجال الحمد لله مستمر إلى اليوم. بارك الله فيكم مهندس فيصل. يعني لا شك أن في هذه الظروف يعني مهندس فيصل يعني تكثر الإشاعات، يعني ما هو دور الجمعية في نبذ الإشاعة وأيضا الأخبار المضللة؟ ما هي الرسائل أو النصائح التي تود أن توجهها للمواطن المقيم في ظل هذه الظروف الاستثنائية؟ طبعا احنا على طول ننزل في مواقعنا الإلكترونية نصائح وإرشادات للمواطنين والمقيمين على مدار الوقت، ورسالتنا تكرر للمواطنين والمهندسين التزموا بالتعليمات وتجنبوا الإشاعات. فنحن اليوم بموقف يحتاج إلى فزعتنا كلنا كويتيين كأبناء لهذا البلد اللي يحتاج منا الكثير صراحة، والكويت تستاهل، وإحنا على ثقة بأنهم لن يتوانون عن القيام بكل ما هو مفيد لبلدهم والحفاظ عليها. رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل دويحة العتل، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لجميع العاملين في جمعية المهندسين الكويتية. شكرا لكم. شكرا. إذن مشاهدينا، اليوم في أول أيام الشهر الكريم شهر رمضان المبارك عاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة، سنستمر في مواجهة الوباء حتى نصل لوطننا الحبيب إلى بر الأمانة، وعندها ستعود الكويت لطبيعتها المعهودة، وستعود مساجدها لتمتلئ بالمصلين الراكعين الساجدين ولتصدح من جديد بذكر الله. شهر رمضان أكسبنا كمسلمين الصبر والإرادة القوية، ويدعون دائما إلى الثبات وحسن التوكل على الله والصبر على قضائه وقدره. جميعا أيها الأخوة والأخوات متفائلين في انحصار واحتواء المرض بتعاون وتكاتف أهل الكويت والمقيمين على هذه الأرض الطيبة مع إجراءات السلطات الصحية، وستنجح إن شاء الله جهود وسواعد الرجال في الصفوف الأولى في التصدي والتغلب على هذا الفيروس، فإن التكاتف الجاد بكل الوسائل والسبل الإجرائية منها والتوعوية على حد سواء سيسهم بلا شك في انحصار الوباء. معا أيها الأخوة والأخوات سننتصر على فيروس كورونا بإذن الله. نترككم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.